تدرون الفقهاء على مر التاريخ الكثير منهم يحتاط بشدة في كل مسألة، يجي احتياطا. قل احتياط حسن على كل حال، لكن قل لاحظ المقصد الآخر للشريعة، المقصد الآخر للشريعة التسهيل، المقصد الآخر للشريعة اللطف اللين. الاحتياط ثم الاحتياط ثم الاحتياط يناقض هذا المقصد من الشريعة. والروايات أيضا تصرح بذلك، قسم من الروايات في مواضيع مختلفة في مواطن مختلفة تصرح بذلك. لاحظوا هاي الرواية المعروفة، نذكر لكم روايتين الآن. الرواية الأولى هاي الرواية المعروفة عن الجبن، يسأل الإمام عليه السلام عن الجبن، أنه ناكله لو ما ناكله، نشتري من السوق جبن. فشنو وجه الإشكال؟ أنه في بعض الجبن أكو ميتة، فالإنفحة يعني والخصوصيات المعروفة، فهل نأكل ما نأكل؟ ميتة ميتة، إنفحة من حيوان مثلا غير مذكاء أو غير ذلك. الإمام عليه السلام يقول إيه ما بي إشكال، زين الاحتياط يقتضي التجنب. وإن كانت الشبهة غير محصورة، الشبهة غير محصورة على الرأس والعين، إذا كانت محصورة فهنا ينبغي الاجتناب طبيعي، يعني العلم الإجمالي منجز. شبهة غير محصورة فلتكن غير محصورة. قل احتياط أليس حسنا على كل حال؟ حسن. لكن الإمام عليه السلام يقول أنا أعترض السوق وأشتري مما أنه أدري ذول السود والبربر ما يسمون ما يذكرون اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذه الآية أنا دا أضيفها للتوضيح. ويقول أنا شخصيا أشتري من السوق، شنو السبب في ذلك؟ أنا أتصور أن الإسلام كله مبني، أن الإسلام بأكمله مبني على الاحتياط. لا، مصلحة معارضة قوية أخرى موجودة. الرواية يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن وقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة، فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة أو الميتة حرم أي الجبن في جميع الأراضين؟ شبه غير محصورة. فهسه في مورد واحد خلي تكون الميتة موجودة، شبه غير محصورة. قل احتياط حسن على كل حال؟ لا مو حسن على كل حال. إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وعلق ولو بالعلم الإجمالي المنجز في أطراف الشبه المحصورة اللي أطرافها مورد الابتلاء. إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل، وإن لم تعلم فاشتري وبع وكل. مو احتاط، هسه لما يقول احتاط، هسه روح واحد اللي أنت متيقن بأنه جبنة ما بيميتة، ليش الإمام ما قال هالكلام؟ أو الإمام كان يفصل يقول إذا ما تقع في عسر وحرج فاحتاط. لا ما فصل، أطلق الكلام. والله إني لا أعترض السوق فأشتري بها اللحمة والسمنة والجبنة، والله ما أظن كلهم يسمون اسم الله. يعني في مثال آخر الإمام قاعد يذكر، هاي صارت شبه شبهة الكثير في الكثير، يعني الإمام طور الكلام. ذاك شبهة بدوية كلش بعيدة، يعني في أطراف لا متناهية، الإمام يقول كثير منهم يعني ما أظن يسمون، بس الظاهر لم تبلغ حد الكثير في الكثير بحيث تنجز. والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السوداني والكفار كانوا أو شيء آخر اللي ما كانوا يسمون، أو مسلمين كانوا عفوا المفروض هكذا، أن ذبيحة المسلم الفرض فيها هكذا، ما يسمون كثيرا ما أظنه، لكن مع ذلك سوق المسلمين تتكفل بالقضية. وليش سوق المسلمين؟ ليش يد المسلم؟ فلسفة الرحمة الإلهية. إذن إذا نظرنا للاحتياط بما هو هو لأنه طريق قطعي لإحراز الواقع، ونقول حسنا على كل حال، لكن إذا لاحظنا مقاصد الشريعة الأخرى هي موازن استراتيجي الاحتياط، موازن استراتيجي الاحتياط. الرواية الثانية، إذن هذا يدخل، إذن صار في البحث الفقهي دخل، في البحث الأصولي دخل. الرواية الثانية يسأل الإمام عليه السلام، يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول بأنه إذا واحد في يده شيء، في يده كتاب، فأنا أشهد أنه ملكه؟ الإمام يقول نعم. هذا يبدو غريبة، حتى أنا كنت أناقش قبل فترة أحد الأساتذة في الخارج، فكان عنده كلش بديهة أنه يعني هالكلام يعني خلاف كلام الإمام. قلت له هاي الشبهة الشخص طرحها على الإمام، الإمام أجل ما مستعد يقتنع لارتكازية هاي الأشياء، يعني هاي الاحتياط قوي صاير في ذهننا.
فيقول أرى في يدي شخص من عامة الناس، يعني مو بالضرورة الشخص يكون ورع تقي من العلماء الأعلام، لا، هذول الناس اللي كثير منهم يعني تعرفون وضعهم شلون بالسوق بالبادية بالصحراء، كثير من الناس ما يعرفون الموازين، السرقات كثيرة ما تكون منتشرة. فيقول أشهد أنها لها، لما يقول نعم، فالراوي يقول أشهد أنها في يده، بإيده، مو أشهد أنها له. وهذا مقتضى القاعدة ومقتضى الاحتياط، شلون أنت تشهد أنها له؟ الإمام عليه السلام يقول بأنه أرأيت مضمون الرواية، إذا أنت اشتريت منه تقدر تشتري، لو ما تقدر تشتري تقدر تشتري، فإذا اشتريت منه بعدين هل تحلف أنه لك؟ تحلف، مع أن هذا فرع ذاك، إذا ما كان ملك ذاك أو إذا كان احتمالي ملك، شلون أنت تحلف أنه لك؟ قل أحتمل أنه لي، إيش النتيجة تصير؟ لاحظ الرواية، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ في القضاء يودوني للمحكمة أشهد أنا وشوستاني مثلا. قال نعم. قال الرجل: أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، فلعله لغيره. هذا مقتضى الاحتياط ومقتضى يعني لعله بناء العقلاء ولو في الجملة في الأماكن اللي تكثر فيها السرقات. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ البرهان الإني. قال نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، هذا فرع ذاك الأصل. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. إذن مصلحة التسهيل، مصلحة الرحمة، مصلحة اللين، موازن استراتيجي للاحتياط. والشارع كثيرا ما ألغى الاحتياط بل اعتبره مرجوحا في مقابل هذه المصلحة.